أذن نحييكم بأجمل تحية متابعي الكرام بكل مكان. الترحيب لكل المشاركين على ما يبدو انطلاق شوط الختام. نتقدم دائما بدورنا بالشكر والتقدير للجنة المنظمة لهذا الميدان، وعلى رأس هذه اللجنة الشكر موصول لأحمد بن قانون الفلاسي أبو خميس، له الشكر والتقدير على حسن التنظيم الرائع الذي لا يعلى عليه جهدا واعتزازا. شكرا لجميع طاقم العمل لما تواصل بهذا الميدان. شوط الختام سار، ولكن قبل لا نبدأ برحلة هذا الشوط دعوني أذكر بها التهاني وناموس تابعنا من حافل الذي شاركتنا بالشوط الذي قدم لنا العديد من الإنجازات. التهني موصول لجمعة بن حمد بن جمعة بن خادم الرميذي. شكرا للمبتكر الصغير الذي شاركنا بالأداء المعتاد لي بالإنجاز. السلامات ذهبت لهالي سمحة وبهذا الميدان ميدان السمحة. شكرا لجميع المشاركين. نبدأ برحلة شوط الختام الذي انطلق قبل قليل. ما أدرك بهذا الشوط الذي حمل سفنية الأفكار المهجنات الأصايل ليسن الإذاعة الرحلة مقدمة المسار. هناك مهدية على المقدمة يتابعها ويرافقها على المسار الأول حتى ذي لحظات. إذن هناك جابر الشعيفي بن سبت الخيالي الذي تقدم على الصدارة والانطلاق الأول، ولكن شوف تدخل نداهية القادمة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي أشعار أبو مانع الذي لا يعلم بإنجازاته المتميزة. الكثير من سجلات الحافلة يقدم هذا الإبداع. وصلنا إلى وين؟ المركز الثالث. وصل أشعار أبو ثامن رياض بن ثامر السعدون يقدم لنا من حافل ذي قدمة. المركز الثالث، المركز الرابع قدوم. شوف مخايل أو خيال الذي قادم السعيد بن أحمد بن محمد بن عود الرميثي. أعود إلى رابع على السماء، رابع الانطلاقات ولا المركز الخامس؟ المركز الخامس قدمنا ولا خرنا؟ نشوف حاملة رقم خمسة الوذبة هي الغادمة. الله يا أشعار الحارثي يا ذكريات النصر. عبيد بن مبارك بن حول الحارثي ياتينا بالوذبة الذي يقدم لنا الإبداع على الجمل. المركز السادس وين؟ نجود، نجود قادمة يرافق أبو مبارك أو هناك أبو سالم مبارك بن سالم بن فاضل المري. هذه الأسماء، هذه شعارات مع شوط الختام، مع شوط الختام على ما يبدو لمهدية هي تقود الصدارة. مبكرنا يا بن سبت الخيالي دير بالك وشد الحيل أن القادمين الأقوياء بالمسار. هناك بن رشيد السويدي شواطي جميرة قادمة. الله الله الله. المركز الثالث شوف التدخل، شوف الصراع القادم. هناك مخايل والأخ. إذن من حافل ذي قادمة رياض بن ثامر السعدون يقدم لنا، ولكن وصل الرميثي، وصل الرميثي السعيد بن أحمد بن عود الرميثي. هذا الشعار الذي قدم العديد من الإنجازات، العديد من الذكريات، ولكن شوف تجمع الست الأوائل الذي بدأ ظهوره مبكر. المركز الخامس نجود هي القادمة مبارك من سالم بن فضل المري. المركز السادس وصل أشعار الحارثي الوذبة عبيد بن مبارك بن حول الحارثي. الله يتجمع، ولكن وين الصدارة؟ وين ندى؟ وين الله يا ندى؟ وين تذكرني بندى
نفس هذا الشعار الذي قدمت العديد الذي حصلت على النواميس والانجازات. ياتينا بالرشيد بالجديد يا السويدي، مشكور يا ابو مانع باسم كل الجماهير بكل محبي هذه الرياضه. الانطلاق موفق، العصارة دوامنا، ولكن الجماعه قادمين. من يقود المسار الثاني؟ من يقود مهديه؟ جابر بن إذن جابر الشعيفي بن سبت الخيالي الذي يتولى لنا المسار الثاني. نجود قادمة، يقدمها مبارك بن سالم بن فاضل المري المركز الرابع. الله الله، وصل رياض بن ثامر السعدون يقدم لنا الإنجاز المتميز. المركز الخامس وصل عبيد بن مبارك بن حول. المركز السادس وصل الرميذي خيال هي القادمة، سعيد بن أحمد بن محمد بن عود الرميذي. ولكن العودة إلى زمام الأمور، وين راعي نداوينا؟ وين راعي نداوينا؟ الله يا أبو مانع، شوات جميرة تنادي، شوات جميرة تنادي بهذا الإبداع المعتاد. هذا شعار غني على التعريف، عندما أقول غادرنا الكيلو، غادرنا الكيلو، بدينا بالاتجاه الى ميدان الذكي، الى ميدان المرموم. الله يا السويدي، الله يا ابو مانع. المركز الثاني الذيب لا يهر العبث، الوثبه قادمه، عبيد بن مبارك من حول الحارثيه يقدم بمبارك قدوم جميل. المركز الثالث الخيالي قادم بكل ما تعني الكلمه. المركز الرابع وين؟ نجود، نجود قادمه، مبارك بن سالم بن فاضل المري. ولكن باي باي يا اخواني، باي باي، مع السلامة. الله الله، ندى ندى ندى، العصا في البطون، والله ما خليت عليها عصا، يا ليتك ما خليت عليها عصا، ما تستاهل هذه. الله، إذا شكرا لهذا الشعار المعتاد، أشعار الرموز، أشعار الإنجازات، أشعار السيوف، أشعار بنادق. سلام شواط جميرة، سلام، سلام بمانع، سلام. مشكور يا اليحافي، مشكور الذي يقوم بعناية التضمير والتدريب. هذه ندى أمامكم، هذه ندى أمامكم، تقود الصدارة والإنجاز. سلام، سلام وتحية. مشكور يا خليفة، يا بن سلطان بن رشيد، تهانينا والناموس بهذا الأداء. سلام لدانة الدنيا دبي، سلام شوات جميرة، هي متقدم هذا الأبجاع والإنجاز. مشكور يا لحافي، غام بعناية التضمير والتدريب. المركز الثاني بدأ بالكرام برعي الوذبة، عبيد بن مبارك الحارثي. شكرا يا ابو مبارك، قدم لنا إبداعا كبير وإنجازا مثير. المركز الثالث، إذا بناخذ المركز الثالث بخلال الشاشة. شكرا لجميع طقم العمل المتواصل. المركز الثالث تحمل رقم 8 جابر بن سبت الخيلي الذي وصل بالمستوى الثالث. أول مركز الرابع تهانينا لمبارك بن سالم المري. المركز الخامس تهانينا لسعيد بن أحمد بن عود الرميذي. المركز السادس إذا تهانينا لرياض بن ثامر السعدون على هذا الأداء. العودة بالتوقيت الزمني 7:50، 58 جزء من الثانية. شكرا لخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي يا راعي هذا الأبداع. مشكور يا أبو سلطان على هذا الإنجاز. إلى هنا دائما لكم من الشكر وتقدير متابعينا الكرام. شكرا لمصورنا محمد الخضر، شكرا لكل طقم العمل المتواصل. لكم مني التحية، استودعكم الله إلى لقاء آخر إن شاء الله.